وصل إلى مطار صنعاء الدولي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر مولر في زيارة لليمن تستغرق 3 أيام، يجري خلالها لقاءات مع رئيس اللجنة الثورية العليا وعدد من مسؤولي الدولة. صوت الحقيقة كضوء الشمس لا يمكن لأحد أن يحجبه، فمنذ بدء العدوان السعودي على اليمن قرابة 5 أشهر لا يزال الظلم والجور والتضليل الإعلامي موجودان بلا رادع، إلا أن زيارة اللجنة العليا للصليب الأحمر قد تقلب الموازين وتشعل النور الذي يحاول الأعداء إطفاءه. كنا لرئيس الصليب الأحمر لقاءات مع المسؤولين في البلد، وكذلك سيقوم بزيارة لبعض المناطق وكذلك المستشفيات ليرى معاناة اليمنيين بعينه وتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن، وكذلك تسليط الضوء على أن يحترم القانون الدولي الإنساني. زيارة اللجنة العليا للصليب الأحمر تستمر 3 أيام للاطلاع على ما يعانيه اليمنيون من حصار وقصف هستيري غير مبرر، فاللجنة ستلتقي جميع الأطراف وتسلط الضوء على الوضع الإنساني وتعرف كيف دنس النظام السعودي القوانين الدولية والقيم الإنسانية بجرائمه في اليمن. كانت فرصة عظيمة ناقشنا فيها الأوضاع الحالية في اليمن باستفاضة، وأكدنا أن الصليب الأحمر الدولي سيواصل عمله في اليمن ونسعى جاهدين إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن. نعلم جيدا أن اليمن تعاني وأن اليمنيين يعانون أيضا من الأحداث الجارية في البلاد، وسنجري اتصالاتنا مع كل الأطراف من أجل احترام القوانين الدولية في حالة الحرب، ونسعى إلى توسيع عملنا في اليمن وإدخال مزيد من المساعدات اللازمة بالتعاون مع كل الأطراف والمنظمات الدولية. اللجنة بدأت زيارتها باجتماع مع رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، تم فيه بحث مجالات التعاون بين اليمن واللجنة العليا للصليب الأحمر والأوضاع الإنسانية في اليمن وجهود اللجنة في العمل الإنساني والطبي. رئيس اللجنة لجنة الصليب الأحمر وعد أن سيكون هناك مساعدات وأن سيوضح ما سيراه في أرض اليمن من عدوان ومن مظلومية كبيرة للعالم، هناك تكتيم إعلامي كبير والناس بحاجة إلى أن يكون هناك صوت حر يبلغ رسالة اليمنيين لكل العالم. فمنذ بدء العدوان السعودي على اليمن يعيش الآلاف ظروفا سيئة، فقد قصفت المنازل والمستشفيات وتعرض المدنيون لهجمات وحشية، ما يحتم على اللجنة العليا للصليب الأحمر موقفا قويا ليكون عملها وفق ما تقتضيه حاجة الشعوب. سامي الحجري، اليمن اليوم. تتابعونا بعد